احنا المؤسسة طبعا هي مؤسسة فذكر، واحنا بنقول ان احنا بنذكر بعض كده، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه لازم نذكر بعض دايما بالخير. طيب، هو حضرتك لما ذكرت الآية ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هو في النهاية رب العالمين قال في آية أخرى إنما يستجيب الذين يسمعون، فهي قضية اللي هو حيي وعنده حياة، سواء حياة دنيوية أو عنده حياة حياة القلب. وذلك رب العالمين يقول في آية أخرى كما في الأنفال استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا قضية الاستجابة عامة دي لما إنسان يبدأ يذكرني بالله وبرسوله أو بأي أمر من أمور الدين أنا على طول أستجيب. ولذلك من الذي يستجيب؟ من بقى هو؟ مين هو ده؟ مين هو الشخص ده اللي لازم نعرفه؟ إيه صفاته يا رب؟ فأول حاجة هذا لابد أن يكون مؤمنا. طيب، اتنين، هذا حي، إنسان حي. طب والحي ده ما أنا عايش وكلنا ما شاء الله بنسمع كلام ربنا وكلام النبي ومحدش بيعمل. قالك لا، هي القضية هي قضية حياة القلب. إنما يستجيب الذين يسمعون الموتى يبعثهم الله. وعند الآية الثانية استجيبوا لله وللرسول إذا دعوا لما يحييكم. خلاص كده، يبقى هي قضية الحياة دي. رب العالمين يقول لنا في آية أخرى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين. طيب كل ده عاوز أنا عشان أكون كده يكون على قدر إيه؟ على قدر هذه الصفات. طيب الصفات دي يا أخوانا لما النبي يقول لنا أمر الصحابة كان يرفعوا الشعار ده اللي احنا محتاجين اللي احنا نرفعه، بما أمر ربنا، بما أمر نبينا. الله أمر بإيه؟ سيدنا النبي أمر بإيه؟ ما يقولوش هو ليه؟ يعني رب العالمين لما يأمر بالإنفاق ما قولش ليه؟ طب. لما النبي يأمر بالإنفاق ما قولش ليه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما يرحم الله من عباده روح ليه؟ لا، الصحابة كان عندهم شعار تاني مختلف اللي هو إيه؟ بما هو ربنا أمر بيه عشان نعمله، هو النبي أمر بيه عشان إيه؟ عشان نعمله. وهو ده اللي احنا بنحاول اللي احنا نعمله في الفقرة دي اللي هو نذكر حتى نعمل.